اهلا بكم متابعينا الفتافير، رجعنا لكم في لقاء جديد. دوينا مرارا وتكرارا على الوضعيه ديال الفنان المغربي والمعاناه اللي كيعيشوها البعض. فاليوم غنكملوا الحديث ديالنا حول نفس الموضوع. معنا اليوم السيد مصطفى برطون بصفته الكاتب الوطني للنقابه الوطنيه للموسيقيين المحترفين، اللي غيحدثنا ويحاول يفسر لنا هذه المعاناه اللي كيعيشها الفنان، شنو هو السبب ديالها وشنو الدور ديال النقابات الفنانين. اهلا بك سي برطون. اهلا وسهلا، فرصة سعيدة. سي برطون، انت كتمارس العمل النقابي، حنا كنشوف بان كاين واحد التعدد في النقابات في المغرب، فبالنسبة لك ما كتشوفش بان هذا التعدد في النقابات الفنية في المغرب هو سبب في المأساة اللي كيعيشها الفنان المغربي، او اللي عنده واحد الدخل في هذه المأساة اللي كيعيشها الفنان المغربي؟ لا، هو بالنسبة لتعدد النقابات، اولا نحن نخضع لدستور مغربي ومن بالتعددية، هذه مسألة لا هروب منها. يعني احنا دائما كنرجعوا للدستور، والدستور يؤمن بالتعددية سواء كانت حزبية او جمعوية او نقابية، ما عندناش مشكل. الغاية من انه يكون تعدد النقابات ماشي مشكلة، احنا نديروا التعدد ديال النقابات، ولكن السؤال هل الاهداف نبيلة؟ الا كانت هذه الاهداف نبيلة، راه كلنا مثلا كنجريوا على الرأي المصلحة العامة، واننا كان نديروا جهدنا باش نحسنوا الوضعيه ديال الفنان في المغرب، فتكون شحال ما كان، ولكن نقدروا ملي غنتلاقاو في ديك الاهداف النبيله نديروا شي تنسيقيه بيناتنا، وراه حنا كنا كنجيو. المشكل هو انك لما كتكون داخل العمل النقابي لغايه في راس يعقوب، تبحث عن ما لدى وطاب، وتبحث عن مصلحتك الشخصيه، وتبحث الى اخره. النقابه راه بين ولكن لحد الان حنا كنشوف بان الوضعيه ديال الفنان ما كتشهدش واحد التحسن، وانما غدا للاسوء. ففي هذا الوقت كنشوفوا ان مجموعه من النقابات اللي كتظهر، ونقابات اللي كتزاد تتكاثر، ومادام ما كتديرش واحد الدور، علاش كتكاثر؟ اولا المشكله يتقاسمها الاثنين معا، الفنان في حد ذاته، ثم في نفس الوقت النقابات. نقدر نوضح هذا الامر للجمهور. النقابات بعض الاحيان كنظلموا النقابات. علاش؟ لان النقابه علاش الا كانت كتخدم بغايه نبيله، راه كتاخذ هموم هذا الفنان اللي يعاني، وكتهزها وكتحطها في واحد الوزاره وصيه اللي هي وزاره الثقافه. فاحنا المطالب والمطالب كلها اللي طلبنا بها، راه تحطات الملف المطلبي، راه كله محطوط عند معالي الوزير. احنا ماشي مشينا كنهضروا بيناتنا، راه حطيناه ليه، ولكن التفعيل ديال داكشي اللي طالبنا به راه هو اللي في ازمه كبيره. يعني كنقلبوا علاش لحد هذه اللحظه ربما تحققت مطالب في عهد وزراء سابقين، اليوم راه حنا كاع دوك المطالب اللي طالبنا بها راه لازال ما تحقق منها والو. اذا هنا واش حنا النقابه عندها الامكانيه قانونيا انها غتجاوز واحد الجهه معينه ما بغاش تقوم بالدور ديالها، او لا عندها حتى هي اكراهات، او لا او لا او لا. والنقطه الثانيه علاش كنقول حتى الفنان كيتقاسم معنا هذا المشكل، لان شنو معنيتها نقابه؟ الا كنت انت كتقول انايا فنان وبغيتي النقابه تدافع عليك، ولكن واش انت عضو فاعل داخل هذه النقابه؟ واش انت على الاقل واش انت منخرط؟ ان الانخراط يثبت حسنيه ديالك، انك بغيت تقلب على المصلحه. ولكن حنا غالبيه الفنان، وكنقولها بصراحه وكنتحمل مسؤوليتي، لما كنكون خدام ما عنديش غرض، انا وبعدي الطوفان. ملي ما كنكونش خدام عاد كنبدا نبكي ونقول علاش، وحنا ضايعين وضايعين هذا شغل وناس الغيوان. فلهذا حنا خاصنا الكل يد وحدة من أجل الإصلاح، وما كان طلبوا الإصلاح إلا في المسائل المشروعة اللي هي كينا. إلا قارنتينا غير بعض دول الجوار، أو لا مصر مثلا، أو الغرب هذاك حديث ولا حرج، راه غتلقى بأن كاين بيناتنا هو كبيرة، ما عندناش كيفاش نتقادوا مع هذوك الناس، وهي حقوق مشروعة خصها تكون. ورجعوا للنقابات، النقابات مؤخرا صراحه حنا نقدروا نسميوها ظاهره، ولات ان خصات النشاط ديالها في التنظيم ديال التظاهرات الفنيه. فواش النقابات الفنيه غتحول، يعني صافي غيتشد هذا الاتجاه فقط وغتنسى يعني الدور ديالها الاساسي؟
درته هو تكميلا لما اجبته عليه الاهداف واش نبيله. لا غتقول لي مثلا تحولات المقاولات كتبحث فقط على مهرجانات على حفلات، ف والله على ما اقول شاهد انني سمعتيت في التفسير ديال معنى النقابه، ما عمر النقابه ما كانت بهذا المعنى. النقابه هي واحد الاطار كيجري من اجل المطالبه بحقوق وواجبات اللي كتصب في منفعه الفنان. هذا هو المعنى ديال النقابه. النقابه راه كتجي هي باش كدير داك التوازن ما بين الدوله وما بين الباترون، وكتكون هي المعبر على هموم هذاك العامل سواء كان فنان او. ولكن باش نجي انا اليوم وندعي نفسي اطار نقابي والغايه ديالي هو البحث عن موارد ماليه من خلال مهرجانات وحفلات، فما نكذبوش على رؤوسنا، ما نكذبوش على رؤوسنا. الا مشيت في هذا الاتجاه انا لست بنقابه، انا كنقول على نفسي انا لست بنقابه، انا مقاوله مغلفه بغلاف سميتو النقابه. وثانيا الا غادي نرضي من خلال هذاك المهرجان ولا ديك الحفله اللي جبت الدعم ديالها من خلال من راه معروفه، من خلال الوزاره الوسيله وزاره الثقافه. مني غادي نجيب شكون غادي نرضي؟ غنرضي دوك الفئه من الفنانين اللي هما ديولي. اذا هنا غنوليو نقابه عندها كتحيز البعض، عندها لوبي ديالها خاص. واش انت غتجيب لي حفل وغترضي به الناس كاملين؟ ما يمكنش. مشيتي لشي جهه معينه وبغيتي دير شي حفل، هذاك الحفل ممكن، ولكن واش غتقدر ترضي كاع دوك الناس؟ اذا انت القانون ديالك والمعنى الاصل ديال النقابه راك ما درتيش. يا اما ديرو يا إما. ونعطيك غير واحد القضيه دابا حاليا وهذا الشيء كنا جربناه، واش يقدروا هاد الناس اللي دابا داروا نقابه واللي تسموا بسميتهم، حيت هنا اللي معروف هو النقابه كتقول نقابه باسمها، اما النقيب او الكاتب الوطني او الامين العام او من يدعون انفسهم رؤساء راه عندهم واحد الفتره وكيتبدلوا. ولكن حنا راه كنشوفوا في المغرب كاين بعض النقابات اللي بقات بالسميه ديال مولاها الى ان يرث الله الارض ومن عليها. اجي نديروا كاع حنا واحد القضيه، الى النيه ديالك صادقه ايها النقيب اللي كدعي نفسك نقيب وكدعي، غنطيحوا حنا كاع هاد النقابات ونعاودوا من جديد، ولكن جمع عام. لان خص تعرفي الاخت شيماء راه شحال من فئه خرجت ودارت نقابه فيمتى؟ في الوقت اللي كانت كورونا، ودارت بواحد السريه وخرجوا ما بين عشية وضحى، ولينا كنسموا عليهم النقباء بهذا المعنى. اشنو الصيفه بعدا؟ شنو دايرين في هذا المعنى؟ انا كنأكد وكنأكد الا كيقول لي انسان نقيب احترمه في مساره الفني، واش هو فنان؟ الا كان فنان يعطيني ما يثبت، اما انه يدعي افتراء ويقول لي انني انا راه عندي علاقه بالفن. يعني ضروري ما خاصها تكون الممارسه الفنيه باش كل عمل نقابي هل مكه ادرى بشعابها. فبعيدا عن ممارستك المجال يعني النقابي، فانت حاليا عندك واحد العلاقه بواحد البرنامج اللي هو برنامج من برامج المواهب، يعني انت كنعرفك انا كتمارس حتى العمل يعني البرمجه وكدير الانتاج. فبالنسبه للبرنامج عندي حلم، هذا البرنامج هذا تقدر تقربنا من الفكره ديالو؟ واخا انا قبل ما نجاوبك على هذا السؤال، هذه مثلا خصنا نمشيو بها الاسئله الاولى اللي طرحتي لي. الا كنت نقيب وباغي نخدم بما يرضي الله، قوتي اليومي كنقلب عليه بامكانياتي الفنيه. انا يا عندي واحد الرصيد فني راني غادي نمشي، لك كنت من موقع ملحن راه غادي نعطي الحاني وناخذ عليها واحد المقابل، كنت في مجالات اخرى منها مثلا الانتاج، منها البرمجه، منها الاعداد، كنشتغل في مجالي وكندخل داك القوت ديالي اليوم. ما نجيش انا ناخذ النقابه ذريعه ونبدا كنقلب بها على مصالحي الماديه وكندعي نفسي انني اناضل، لا هادشي خصو يكون بعيد.
انا ما عمرني ما جبت انني راني في هذاك العمل ديال سواء الاعداد او الانتاج او الاشراف او ما عمرني ما اشتغلت في ما دويت في هذا الموضوع. فانت دابا فاجاتيني بهذا السؤال على برنامج عندي حلم، هو على شاكله واحد المجموعه ديال البرامج اللي دازت مسابقات على مستوى الوطن العربي، بدات من المغرب قناه ثانيه، دازت لدول الشرق مثلا مجموعه من بلا داعي لذكر اسماء. المهم هادو برامج جات هذه الفكره ديال هذا البرنامج اننا حنا حاولنا باش شنو جديد فيها؟ لا هو الجديد ما كاينش شي جديد كبير. حنا كانت الفكره قبل داروها مثلا دو فويس كيدز اللي هما الاطفال الصغار، نفس العمليه حنا خدينا من 9 سنين حتى 14 سنه. وهاد 9 سنين حتى 14 سنه يعني هاد الوليدات حنا في المغرب انتبهنا لهم، ما كاينش برامج كثيره اللي كتمشي كتصب في هاد لاج هذا في هاد العمر هذا. فحاولنا ناخذوا هذه الفئه هذه، خدينا على واحد ثلاثه ديال الاتجاهات، مسابقه على مستوى الغناء الاداء سواء من العربي والغربي، على مستوى العزف الالات الموسيقيه، ثم الرقص والالعاب البهلوانيه وهذا. فهنا انتبهنا لواحد النقطه كان لابد خصنا ننتبه لها، لان الاشكال اللي كان مطروح في مجموعه من البرامج هو كيفاش المعايير اللي كتعتمدها باش كتختار اللجنه. وهذا الشيء اللي هذا هو السؤال الموالي ديالي. كنشوف مجموعه من البرامج دابا خصوصا مؤخرا ظهرات برامج ديال يعني اكتشاف المواهب، فعلاش شنو هما المعايير اللي تتم بهم اختيار لجنه التحكيم؟ اي دابا هذا هو المشكل. دابا حنا في الاول كانت الناس كتمشي بالنسبه للجنه كنجيب اسم معروف ظنا واعتقادا مني بانه سيفيد هذاك المتسابق، يعني غيشهر داك البرنامج، غادي هو كيقول لك باش يشهر لي البرنامج، ولكن واش هل سيفيد هذاك المتسابق بنصائح اللي هي كتصب في الاتجاه ديالو؟ واش 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 كاين فهذا الموضوع هذا ما كانش مخيوط بهذا الاعتبار. كانوا كيجيبوا اسماء كيحاولوا يهزوا بها القيمه ديال البرنامج، ولكن الضحايا شكون؟ هما هذوك الفنانين اللي ما كانوش قليل وقليل جدا. بعض البرامج اللي توفقات من ماشي من اللجنه كلجنه، ولكن من لي كوتش، بحال مثلا في لبنان وهذا كانوا بعض المرات كيجيو دي كوتش اللي هما في المستوى اللي كيقدروا يفيدوا الدري اكثر من اللجنه. لان حنا كنعرفوا ان نجحتي كفنان وكاسم هذه ماشي جات لانك انت اكاديمي ولا دارس في الموسيقى ولا عندك موهبه، كتكون موهبه بعض المرات صدفه بعض الاحيان وكتولي مشهور، ولكن ماشي اهلاتك هذيك الامكانيه انك تجلس في كرسي وتبدا تعطي انت نصائح. فلما جينا حنا لهذا البرنامج ديال عندي حلم حاولنا نكونوا حريصين على هذه النقطه هذه، نحاولوا نعالجوا بها. وبالفعل تم الاختيار ديال اللجنه بمقاييس اللي هي كتعتمد على الاكاديميه وعلى الطرق البيداغوجيه والتربويه باش هذاك الوليد على الاقل ياخذ فكره. خاصه انكم هذا البرنامج ديالكم موجه لواحد الفئه ديال الفئه اللي حساسه اللي هي اطفال صغار. اطفال صغار. فالحمد لله ثلاثه ديال الناس كل واحد عنده البالماريز ديالو، بحيث ملي كنتكلموا على عدنان مطرون على مستوى الالات العزف الموسيقى وهذا، الشخص هذا ليس بسهل، سهل اللي سير فرقه فيلارمونيك، يعني اختاريتو اسماء اللي عنده واحد الوقت عنده اسم ديالها معروف على برا اكثر ما معروف في المغرب، وعندهم واحد القسط. هذا عندك مثلا الاخت سميره القادري سوبرانو ديالنا ديال المغرب اللي دازت واحد المجموعه كبيره ديال محافل دوليه من دور اوبرا من المسارح اولمبياد من هذا. وعندنا الاخ ماني نور الدين الدحماني الاسم الاصل ديالو واللي هو ماني، واللي كيتعتبر انه من خيره لي كوريغراف اللي كاينين في العالم، ناهيك على انه واحد من منتجي هوليود في امريكا. يعني هاد الناس عندهم واحد الوزن، ملي كتجي كتلقى المشكل فين كاين؟ ان الناس ما كيعرفوهمش، وهذه هي الطامه الكبرى. دابا حنا ما كتعرفوش صافي اذا ماشي في المستوى، لا سيدي حنا كناخذوا الاكاديميه ديالو لي ديبلوم ديالو اللي وصل لهم المستوى اللي كيفاش كيهضر اثناء مثلا اعطاء النصيحه لهذاك الكونديدا. الا بغينا نعرفوا القيمه ديال هذوك الناس راه جاي واحد البرامج مصغره تعريفيه لهاد الناس هادو. مثلا كما قلت لك الاخ نور الدين تحماني اللي هو ولد احد الدواوير وخرج من هذاك الدوار وباقي لازال صغير السن ومشى لفرنسا والتحق في فرنسا وتما قرا،
ولدرجة أنه خدم لي كوريغراف مع مشاهير في العالم، وحاليا انتهى به المطاف أنه يقوم بإنتاج لمجموعة من الفنانين المشاهير في العالم. يعني باش كتكون هذا هو الحلم ديال بصح، يعني تكون في هذا المستوى هذا وتخرج وتوصل لهذا المستوى الكبير. نتمنى أن جميع إن شاء الله إن شاء الله الفنانين ديالنا حنايا سواء المعروفين أو اللي ما معروفينش حتى هما يوصلوا لذاك الشيء اللي حنا كنتمناو باش يهزوا الفن المغربي. خاصنا نعطيو للناس حق أن المغاربة من حقهم يعرفوا هاد نور الدين التحماني اللي هو ماني. من حق المغاربة يعرفوا شكون هو عدنان مطرون. عدنان مطرون راه تعرف غير على مستوى اليوتيوب، هو اللي خدم موسيقى فيلارمونيك وعاود لينا العيطة المغربية وعاود لينا التعريضة اللي هي 55 وعاود لينا بزاف مسائل. فهذا البرنامج عندي حلم غيكون هو المناسبة أن باش يتحقق هذا الحلم هذا. وي ان شاء الله الله يسر. شكرا بزاف، الله يبارك. نتمنوا ان الوضعيه ديال الفنان ترتقي وبان الوضعيه ديالو تغير للاحسن ان شاء الله. فوصلنا نهايه لقائنا اليوم مشاهدينا، على امل اننا نتلقاكم في لقاء جديد ومع ضيف جديد ان شاء الله قريبا. السلام عليكم.